اليوم كثير من الأشخاص نتيجة البرودة الشديدة يلي عم تصير بالليل ودرجات الحرارة المعتدلة نوعا ما خلال النهار بتخلي يصير عندهم حساسية أو أمراض بالجهاز التنفسي العلوي، وهون ممكن يلجأوا لكثير علاجات كمان ممكن تكون خاطئة. صحيح حفافو، يمكن بهذا الوقت اللي عم بنمر فيه الناس أصلا صارت تتخوف، يعني بنعرف من خلال هدول الكم سنة اللي مرقوا وظهور مو بس كورونا ومتحورات بعد كورونا أدت أنه يصير معنا كتير خليني أقول لغط بين هل يا ترى أنا مرشح مقرب أو هل هي كورونا أو هي هي حساسية، وفي كتير أشخاص بيبادروا أنه ياخدوا أدوية من دون ما يروحوا لعند أطباء، وهم بتكون الخطأ الأكبر لأنه ممكن يتفاقم المرض ويتحول ل خلينا نقول مخاطر أكثر. لنتعرف أكثر على التفاصيل شو هي الأكثر أمراض شيوعا حاليا للجهاز التنفسي العلوي وشو خلينا نقول سبل العلاج الصحيحة، كلها رح تعرفنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة نور البرادعي، نوار البرادعي، وهي اختصاصية بالجهاز التنفسي. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم كتير عم نشوف حالات نتيجة تقلب هذا الفصل أو الانتقال من فصل إلى آخر، حالات كتير وخصوصا عند الشباب عند الأطفال بنلاقي الحساسية التعطيس السعال، ممكن إنهم يشخصوا المرض من حالهم وما يعرفوا ويأخذوا كمان أدوية من عندهم. فلهيك خلينا نعرف بالأول سبب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وخصوصا بهذا الفصل. هلا نحن بهذا الفصل هو الفصل اللي بيصير فيه تغيير بالجو بين فصل الصيف وفصل الخريف، وتحديدا بنفس النهار بيصير فيه فروق بالحراره بين الصبح والظهر والمساء. فالاشخاص اللي عندهم سابقا استعداد للتحسس بتشتد عندهم الهجمات بهذا الوقت من السنه بسبب التعرض للبروده، لانه البرد يعتبر هو واحد من محرضات التحسس. وبنفس الوقت في عنا هلا كمان ببدايه المدارس او بجو المدارس ايضا انتشار للانتانات التنفسيه والفيروسيه اكثر من الجرثوميه، كمان هو بنلاقي الاطفال هنا اكبر ناقل للانتانات، كمان هو شائع بهذا الوقت من السنه، والاعراض تقريبا بتتشابه عدا وجود الترفع الحراري هو يعني قد يميز لي بيناتهم، لذلك عم بيصير خلط بين اعراض التحسس وبين الانتانات الجهاز التنفسي. طيب دكتورة خلينا نحكي شوي عن الأعراض اللي ممكن تتشابه، وأوقات هذا الشيء بيؤدي لهذا الغلط اللي كنا عم نحكي عنه، يعني مثلا هل أعراض الحساسية للأشخاص اللي بيعانوا من حساسية تتشابه مع أعراض الإنفلونزا أو غيرها؟ احنا بنعرف سيلان الأنف هو العرض الأبرز ومشترك بين الثلاث حالات، فكيف بيفرق الشخص انه هو هلا لا ما عنده حساسية، هو ممكن يكون أصيب ببرد أو ما إلى ذلك يعني؟ تماما. هلا اعراض التحسس مثل ما ذكرتي حضرتك بجهاز التنفس العلوي، مثلا في عندنا يكون عطاس او سيلان بالانف او حكه بالانف، ممكن حكه بالاذن، ممكن يكون في عندنا مرافقه احبرار او احتقان بالبلعوم، بيجي المريض بيشكي انه هو دائما بيحس انه في شيء عم يحكه بحلقه. قد يترافق ايضا مع سعال نتيجه اما حدوث سيلان انفي خلفي او سعال ايضا كارتكاس تحسسي، سعال حتى ممكن يكون منتج لقشع ابيض ويكون سعال تحسسي المنشا. ممكن قد يكون المريض ربوي وبيشتكي من اعراض سعال وهذا واحد من الاعراض التحسسيه. هلا التمييز بيناتهم هو ما نو بهالسهوله، لكن اذا المريض دائما بيقول لي انه انا عندي سيلان انفي مائي بيشتد بفصل الخريف مثلا او بفصل الربيع، فانا بحط ببالي انه هذا المريض عنده قصه تحسسيه. هلا اذا تغير لون المفرزات مثلا، كانت بيضاء صارت على اخضر او على اصفر، ترافقت مع ترفع حروري، الاعراض عم تشتد ما عم تتحسن على العلاج اللي هو متعود انه ياخده الانتي هيستامين او بخاخ الانف الموضعي، فهون انا لازم افكر انه قد يكون صار عندي انتان، لازم انا راجع الطبيب. طيب دكتورة نوار، الكثير من الأشخاص اللي عندهم هي المشاكل التنفسية بيلجأوا لعلاجات قد تكون صحيحة بس ما بيتم الشفاء بشكل تام، خلينا نقول أو بيطولوا لفترات طويلة، ممكن يضلوا لنهاية الفصل واللي بعده هم عم يعانوا من هاي المشكلة، فكيف نحن اليوم ممكن نشفى من هاي المشاكل أو الحساسية؟
هلا نحن مهم انه نراجع الطبيب حتى نميز بين الانسان وبين التحسس، لان الانسان هو علاجه اذا كان فيروسي بس علاج عرضي، وعلاج الاعراض يعني علاج السعال ببخاخات او جلسات ارذاذ، او قد يكون مسكنات سعال اذا كانت الحاله شديده، سوائل، الابتعاد عن المخرج او الابتعاد عن الهواء البارد مثلا حتى ما تشتد الاعراض قدر الامكان، وخفضات الحراره اذا كان في عندي حراره، واذا كان جرثومي فنحن لازم ناخذ صادات حيويه، فمهم انه نميز حتى بين الجرثومي والفيروسي حتى ما ناخذ صادات بعشوائيه. يعني القصه بدها استشاره الطبيب تماما حتى ما يصير في عشوائيه بالعلاج، وبالتالي حيصير في عندنا مقاومه للصادات. يعني انا اذا تعودت اني كل ما ضعفت اخذ صاد حيوي، فانا هذا النوع من الصاد الحيوي بالضعف الثاني ما عاد يكون فعال مثل اول ضعفه، وبعدين حيلتغى من حياتي مع الوقت. يعني ما عاد فيني، الجراثيم عندي خلص تعودت عليه فما عاد في استجابه عليه، حتى الجراثيم المجتمعيه حتتعود على هذا الصاد الحيوي. وصرنا نشوفها بصراحه لما عم نبعث بالانترنت الشديده مثلا بذات الرئه، بنبعث زرع قشع حتى نشوف شو الجرثومه الموجوده وعلى شو بتتحسس من الصادات. صار عندي الحساسيه للاسف معنية على صادات وريديه مكلفه جدا، مرهقه للمريض، مرهقه للمشفى اذا كانت مشفى تابعه للدوله، وبالتالي عم بيكون في صعوبه بعلاج الانترنات التنفسيه السفليه او ذات الرئه. ومو بس هيك، احيانا ما عم تستجيب على الصاد او عم تنقص، لذلك كثير مهم انه ما نكون عشوائيين بالصادات. هون بينتهى علاج الانسان بعلاج الفيروس او علاج الصاد او علاج الجرثوم، لكن المهم انه نشخص الافه التحسسيه، لان هو شيء مزمن، هو حينقص كل ما تعرض المريض لمخرج معين، حيكون معيق للطالب مثلا، بصيروا بالصف ينزعجوا منه، يخافوا منه، او مثلا من صوت السعال. يعني احيانا بيراجعوني اهل انه نحن ما عم نقدر ننام بالليل، المعلمه عم تنزعج منه او عم تشتكي، انه خذوه على طبيب حتى نعرف ليش بضل بيسعل كل الوقت. حتى الطفل بيزعل انه هو بس عم يركض بالمدرسه ما عم يلحق رفقاته او عم يسعل كل الوقت، فهذا الشيء مرهق ومزعج للمريض. ايضا بجوز يكون مريض ربوي ببساطه، فمهم انه نشخص اذا عنده مشكله تحسسيه او ربويه حتى ياخذ علاجه وما تشتد الحاله مع الوقت. بنبلش بعلاجات خفيفه بعدين ما عاد نقدر نسيطر على المرض. دكتوره خلينا نحكي كمان عن فكره مهمه حضرتك قلتي ببدايه حديثك، انه نحن هلا بلشت المدارس، ومع دخول المدارس الاطفال بيصير بنعرف انه هن اكثر يعني العرضه لانه ينتقل بيناتهم الامراض، لعدم يمكن تقيدهم ببعض وسائل العنايه البسيطه وما الى ذلك، واذا طفل مرشح بيعدي كل اللي حواليه. طب خلينا نحكي شوي عن سبل الوقايه وخصوصا للاطفال بهي الفتره. طبعا مثل الوقاية دائما هي خير من قنطار علاج. يعني لما بيكون في عندي طفل مريض يفضل انه يضل ببيته لحتى يتجاوز المرحلة الحادة اللي هي بيكون فيها ترفع حروري، هي ذروة العدوى، وهو حتى قبل بداية ظهور الأعراض قد يكون الطفل معدي، لكن نحن بنخفف من الحمل يلي رح ينتقل من طفل لطفل. ثاني شغلة دائما بدنا نعمل حملات تثقيفية للأطفال، انه بيكون معكم محرمة بدكم تعطسوا بدكم تسعلوا على هي المحرمة، نحافظ على التباعد قدر الإمكان. يعني هلا في مثلا بدور الحضانة الأطفال ما بيعرفوا، يعني ما بيعرفوا سبل العناية الصحيحة، فهذا التوجيه للتعليم للكادر التدريسي رح يكون انه نحن يكون في مباعدة، يعني ما يكون في كثير مسافة قريبة بين الأطفال اذا كان هذا الشيء ممكن. التهوية الجيدة، وإذا لاحظنا أنه في أعراض على أي طفل من الأطفال معلش يرجع على بيته، أو أنه يعني يوصوا بيعطوا علاج سريع بالمدرسة ويراجع الطبيب فيما بعد. وأكيد بنرجع لموضوع التعقيم، غسيل اليدين بالماء والصابون، ما في مانع أنه الإكثار من السوائل بهذا الجو خصوصي السوائل الدافية، والمحارم والمناديل دائما تكون مرافقة. خلينا كمان ننتقل لفئة الشباب والكبار بالسن، كمان بيعانوا من هاي المشاكل طبعاً التنفسية، ممكن بكل المواسم في أشخاص ممكن تصاب فيها بالصيف حتى. طب لحتى نوقي حالنا نحن من هاي المشاكل أو ما نصاب أو ما يتفاقم الوضع لحتى نحن نطول بفترة العلاج، لأنه في أشخاص مضطرة تتابع شغلات تطلع على الحياة، يعني ممكن يقول لك أنا عندي صار قريب وبدي أقعد بالفرشة وبدي أعتزل شغلي والحياة. اليوم طرق الوقاية، كيف ممكن نحن في طرق وقاية أنه ما ننصاب بهاي المشكلة مرة ثانية؟
هلا نحن في فئه معينه من الناس دائما بننصحهم انه ياخذوا اللقاحات، اللي هن اللي عندهم امراض مزمنه، اللي عندهم مشاكل تنفسيه مثلا. انا بعرف مريض عنده ربو او عنده سي او بي دي او عنده تليف رئه او عنده توسع قصبي، او في دائما عنده بنفس يعني بيطول القريب لو ما عنده مشاكل تنفسيه، لكن كل سنه بيقرب وقريب ورا قريب وبيعاني من انتانات تنفسيه متكرره. بدايه من له بننصحه انه ياخذ اللقاح، لقاح الانفلونزا هو لقاح موسمي وهو بيتاخذ بأشهر 9 10 11، يفيد بمعظم المرضى لانه هو لقاح المفروض انه هو بيتجدد كل 6 شهور حسب انواع الفيروسات يلي كانت موجوده بالسنه الماضيه، لذلك هو المفروض بيغطي هي الفيروسات. ما نخاف من اللقاحات، لقاح الانفلونزا. ايضا في لقاحات ثانيه بنسميها لقاح الرئويات او هي يعني موجهه ضد جراثيم معينه، هي تعطى كل 5 سنوات للمرضى اللي عندهم امراض تنفسيه مزمنه. هي بالدرجه الاولى بعد اتباع وسائل الوقايه اللي هي العقامه والمناديل وما الى ذلك بتجي اللقاحات. بالدرجة الثانية مجرد ظهور أي عرض غير طبيعي، يعني المريض بيعرف حاله عنده مشكلة تحسسية بفصل الربيع فرضا، بيصير في عنده أعراض سيلان وحكي بالأنف، أوكي هو بيعرف مرضه بيلجأ للعلاج اللي هو الطبيب ناصحه فيه من قبل، لاحظ أنه في شيء جديد غير اللي كان موجود المفروض يراجع الطبيب حتى يعني بلكي في عنا إنسان هو كسر المعاوضة التحسس حتى ياخذ العلاج المناسب قبل ما تتفاقم الحالة. طيب دكتورة كمان سمعنا أنه من المفيد أنه تأخذ المرأة الحامل لقاح الإنفلونزا أو ما بتنصحي بهذا الشيء؟ هلا هو يعني ما في مانع انه تاخذ لقاح الانفلونزا، لكن ننصح انه قبل ما يعني اذا مرأة عم تخطط للحمل يفضل انه تاخذ لقاح الانفلونزا قبل ما تخطط للحمل، قبل ما تخطط طبعا. طيب دكتورة ولو بآخر دقيقة أو دقيقتين الوقت، خلينا ناخذ منك أهم النصائح لكل الأشخاص يلي عم يعانوا من هي المشاكل وممكن عم ياخذوا أدوية من حالهم ممكن تكون خاطئة، بيقول لك يلا معلش شوية حساسية شوية رشح ما أنا مستاهلة أنا أروح لعند الدكتور أو لسه ضخم الموضوع، أو في أهل ممكن أطفالهم يصابوا يقول لك كمان ما أنا مستاهلة ناخذه لعند الدكتور. قدمهم اليوم إنه نحن نشخص هي الحالة وناخذ العلاج الصحيح كرمال نوقي حالنا من امراض ممكن تتطور، ممكن تتطور لشيء اخطر. طبعا هم كثير مهم لانه حتى الادويه اللي عم ياخذوها اوقات الكبار بيكون فيها مشكله، يعني بيجي المريض عم ياخذ دواء للرشح اللي هو معروف بيكون فيه مضاد احتقان، هو بيسرع النبض ممكن يرفع الضغط اذا مريض عنده ضغط، لذلك كثير مهم انه ما ناخذ ادويه بشكل عشوائي، ممكن ناخذ مسكنات بالمنزل اي ما في مانع ابدا، مو اي مسكن طبعا، يعني حبه السيتامول مثلا هي اذا المريض ما عنده مشاكل كبديه ما في مانع انه المريض ياخذها بشكل اسعافي ويكثر سوائل وراحه، لقى حاله مرتاح يفضل اكيد يراجع الطبيب حتى ما يبالغ بالادويه اللي عم ياخذها وحتى ما يكون في شيء هو غافله، وخصوصي بهذا الوقت عم نشوف ذوات رئه جرثوميه، عم نشوف سوائل او ما يسمى انصباب جنب تالي لذات الرئه، وبتكون بدايه القصه هي فقط اعراض انفلونزا. طيب كمان دكتوره خلينا ناخذ هيك نصيحه خاصه اليوم للامراض المزمنه، مثل ما حضرتك قلتي اغلب الامراض المزمنه اغلبهم كبار السن بترافق مع امراض ثانيه يعني مثل السكري وما الى ذلك، هذا الشيء بيعمل عندهم مثل ما بيقولوا نقص مناعه، بصير ما عندهم معاوضه لجسمهم، ابسط شيء بيتعرضوا له نزله برد ممكن تعمل مشاكل اكبر تتفاقم اكثر، قد ايه لازم نكون حريصين بهي الفتره اذا في عندهم بخاخات، اذا في عندهم بروتوكول طبي معين انه هن يحافظوا عليه؟ من المهم انه يحافظوا عليه لانه هو بحد ذاته الانتان التنفسي هو يكسر معاوضه المرض المزمن، بغض النظر عن كان انتان مرض تنفسي او مرض قلبي او مرض كلوي، اي انتان تنفسي هو بيؤدي لانكسار معاوضه المرض المزمن، لذلك نحن لازم نكون مسيطرين على المرض المزمن. بعض الاكسجين احيانا تماما تماما، وخاصه الامراض التنفسيه يعني مثلا مريض الربو او مريض السي او بي دي لما بيصير في عندنا
انسان تنفسي بتنكسر المعوضه، وبالتالي بتشتد الاعراض. اشتداد الاعراض بيتفاوت بين المريض اللي كان مضبوط اساسا قبل المرض او اذا ما كان مضبوط، يعني قد تودي المريض الى المشفى حتى، يعني انه او الاقامه المشفويه. لذلك لا تخافوا من البخاخات يا مرضى الربو ومرضى السي او بي دي، التزموا فيهم لانه هن وسيله لضبط الاعراض حتى اذا صار في عندنا انسان تنفسي ما يكون انكسار المعوضه شديد. ذكرتي دكتوره كمان للتوضيح، خلينا نوضح للمشاهدين انه بتترافق هي المشاكل مع ارتفاع بدرجه الحراره، يعني مو شرط هون لما يصير في ارتفاع بدرجه الحراره معناتها في يعني احنا هون التهاب بالجسم. ممكن. الترفع الحراري بشكل عام هو دليل على وجود إنتان بمكان ما بالجسم، لكن هو بيختلف بين إنتان فيروسي أو إنتان جرثومي، يعني حتى الحرارة بالإنتان الفيروسي أكيد موجودة. لذلك نحن يعني الترفع الحراري مو يعني ناخذ صدّات حيوية. طيب قبل ما نختم دكتورة اليوم، النصيحة الأبرز بتحبي توجهيها لكل يلي عم بيتابعنا وخصوصا بهذا الوقت، ولكل يلي بيتخوف صار هلأ حاليا بتعرفي صار في عنا حالة هيك من الخوف أكثر من أي رشح أو من أي قريب بيصيب أي حدا؟ النصيحة أنه الالتزام بوسائل الوقاية اللي ذكرناها. الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة يلجأوا للقاحات ولا يخافوا. نحن عندنا فكرة الخوف من اللقاحات هي موجودة واشتدت أكثر بعد لقاح الكوفيد، ما بعرف ليش. بالعكس أنه نحن اللقاحات كثير مهمة، دراسات كثير عليه تماما، بس هي أكثر الدراسات شجعت على اللقاح، ما كانت ضده. واتباع وسائل التباعد، يعني مو غلط انه نلجا للسؤال الطبي اذا مريض ما عنده امكانيه ماديه، يمكن اوقات بيحسبوها اقتصاديا. احنا عندنا المشافي التابعه للدوله، عندنا المستوصفات الصحيه هي بتعالج مجانا، لذلك مو غلط انه ابدا نروح ناخذ. بالعكس، هو لازم ناخذ النصيحه الطبيه، لازم نقيس العلامات الحيويه حتى نكون بهامش الامان. بالختام دكتوره بدنا نشكرك ونتمنى السلامه والصحه لجميع المشاهدين. شكرا لك. شكرا لك وكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. يعطيكم العافيه. شكرا.